والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد وتفاصيل الأخبار مع شروق عماد. شكرا إلهام، شكرا هبة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول طارق الملا أن القمة الحالية للمناخ تمثل قمة للتنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أنه لأول مرة تشارك صناعة البترول والغاز في القمة، مما يجعلها في دائرة الحلول لمواجهة التغير المناخي والعمل على خفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال لقاء الملا مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص لبحث تطورات أسواق الطاقة في ظل تعدد التحديات العالمية الحالية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات الجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799 مليارا و304 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 12,136 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 وتساوي الأوزان بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 2,283 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 3,347 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و37 قرشا للشراء و24 جنيها و45 قرشا للبيع. أما عن اليورو فقد سجل 25 جنيها و8 قروش للشراء و25 جنيها و17 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني أيضا قد سجل للشراء 28 جنيها و71 قرشا للشراء و28 جنيها و 81 قرشا للبيع. أما عن العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و63 قرشا للشراء و6 جنيهات و65 قرشا للبيع. أما عن الريال السعودي فقد سجل 6 جنيهات و48 قرشا للشراء و6 جنيهات و50 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1761 دولارا للأوقية. أما محليا فقد سجل عيار 18 نحو 1076 جنيها لجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1255 جنيها لجرام، في حين سجل عيار 24 1434 جنيها. أما عن الجنيه الذهب فقد سجل 10080 جنيها. أكد اتحاد الصناعة البريطاني أنه على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة لاتخاذ خيارات لا تحظى بشعبية على الصعيد السياسي في مجالات مثل الهجرة وتعزيز الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يبدأ وزير المالية جيرمي هانت مجموعة من التخفيضات في الإنفاق والزيادة الضريبية في بيان الميزانية الخميس المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه لإظهار أن بريطانيا قادرة على سد ثغرة في ماليتها العامة. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إلى هبة وإلهام، إليكما. شكرا لك شروق.